من زميلي الكريبي بن جابر متمنيا له التوفيق. مشاهدينا متابعينا الاعزاء حولنا الكريم، على بركه الله وتوفيق انطلق ثالث اشواط هذه الفتره المسائيه مع منافسات وانطلاقات سن الحقائق، لنتابع معكم ماذا تخفي لنا 3 كيلومترات من مفاجآت، من تحديات، من انطلاقات ومن انجازات مع تواجد هذه الشعارات التي تحمل لنا العديد والعديد من الانجازات والسجلات الحافلة. لنبدأ معكم وبحضراتكم لنتابع اول المراكز، لنشاهد المقدمة والصدارة، انطلاق الطواري، من تنطلق على اول المراكز تحمل شعار سعادة الشيخ محمد بن حسن عبد الرحمن الثاني، حمد بن لزيو حلمري من يتابع طواري بعملية التضمير المركز الثاني. أتابع على ثاني المراكز تقدم الذيب على المركز الثاني، تعود الملكية لسمو الشيخ محمد بن خليفة بن حمد الثاني مع انطلاقة وتحديات ثاني المراكز. المركز الثالث أتابع مواجيب، تعود الملكية لسعادة الشيخ أحمد بن حمد بن علي بن عبد الله الثاني عبد الهادي بن علي القيثاني من يتابع لنا انطلاقة هذا الشعار بعملية التضمير المركز الرابع. تابع الفائزة على المركز الرابع، تبحث عن الفوز الفائزة وتعود ملكيتها لسعادة الشيخ علي بن عبد الله بن عبد الرحمن بن حسن الثاني مع انطلاقة رابع التحديات المركز الخامس. المركز الخامس طوع، وصلت على خامس المراكز، الشعار الغرفاوي قادم مع انطلاق الطوع، هذا هو الشعار صدى من فازت في الشوط الاول الرئيسي للابكار، تحضر معنا بانطلاقتها على خامس. التحديات تعود الملكية لسعادة شيخ فيصل بن حمد بن جاسم فيصل الثاني سالم بن عامر المدهوشي من يتابع هذا الشعار بعملية التضمير. يبدو انه الصدارة تغيرت مع انطلاقة أول المراكز. الله يا الذيبة، الذيبة هي ذيبة على المقدمة وعلى الصدارة، ومع انطلاقة أول المراكز تعود الملكية لسمو الشيخ محمد بن خليفة بن حمد الثاني مع انطلاقة أول المراكز مع تواجد هذا الشعار على المقدمة، لكن الشعار الغرفاوي غادم مع طوع، طوع المركز الثاني. هل تستطيع طوع أن تنتزع الصدارة أم يكون هنالك رأي آخر للأسماء الخاتمة؟ تعود ملكية طوع لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم فيصل الثاني. المركز الثالث تقدم وصول من قبل مشاهدي الكرام بردية لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني راشد بن بطير حسنة من يتابع هذا الشعار بعملية التضمير مع الزعبي وانطلاقاته وتحدياته بعملية التضمير. 3 أسماء على المقدمة، ثلاثية على القيادة والريادة. عود إلى المركز الأول، أعود إلى المقدمة، هل ستحظى الذيبة بترحيبة مع انطلاقة الصدارة أم يكون هنالك رأي آخر مع انطلاقة بردية؟ بردية قادمة غادمة لا محالة، تحمل لنا شعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني راشد بن بطي الزعبي من يتابع هذا الشعار في عملية التضمير. غيرت بردية، انطلقت مع الصدارة بدون أي تعليمات، بدون أي أوامر، تنطلق على الريادة، على القيادة، الذيبة من الجانب الايمن بمحاولاتها، لكن يا سلام بردية، بردية انطلقت انفردت مع الصدارة مع المقدمة وبانطلاقة اول المراكز ومع مقدمة هذا الشوط، لتحظى بردية على اول النواميس لشعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني من عودنا بتسجيل النقاط العديدة في السباقات المحلية الماضية. يحضر هذا الشعار مع راشد بن بطي الزعبي بعملية التضمير الثاني، والتبريكات المركز الثاني، وصلت على ثاني المراكز الذيبة لسمو الشيخ محمد بن خليفة بن حمد الثاني مع ايضا عملية التضمير محمد الهاملي من تابع هذا الشعار بعملية التضمير المركز الثالث. كان الوصول من طوع لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم فيصل ثاني المركز الثالث، وصلت مشاهدي الكرام وهاجة الهجن الشحانية المركز الرابع.
المركز الخامس كان رسوم طلعة لهجن الشحانية. مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، تابعنا وشاهدنا معكم المنافسة التي دارت ما بين الشعارات والأسماء الحاضرة في مجريات هذا الشوط. لنشاهد ملخص هذا الشوط ولحظة وصول بردية لخط النهاية. 4:18 تسع أجزاء من الثانية، هذا هو التوقيت الأفضل حتى هذه اللحظات مع بردية ومع شعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني أيضا موصوله لمضمر بردية راشد بن بطي الزعبي. المركز الثاني وصلت على ثاني مراكز الذيبة، توقيت الزمني 4:20 ثلاث أجزاء من الثانية. التهاني التبريكات نزفها لسمو الشيخ محمد بن خليفة بن حمد التاني، والتهنئة لمحمد الهاملي على ما قدم لنا الذيبة. وصلت على المركز الثاني. المركز الثالث وصلت طوع 4:23 أربعة أجزاء من الثانية. التهاني التبريكات نزفها لمالك طوع سعد الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم فيصل الثاني، والتهنئة للمضمر سالم بن عامر المدهوشي.